السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث، ونتكلم ونتحدث عن اليرز. اليرز ببساطة شديدة هي شباب اليرز في الفوتوشوب، لكن في بعض الأوبشنز بنستعمل منها إن نتحكم في خصائص اليير. أولا عشان ننشئ اليير بنضغط هنا نيو لير، نكتب هذه اليير وليكن زي ديزاين، طبعا ممكن نيو سب لير هنا وليكن بيز. ممكن نذكر ان او يتم رسم بلين الديزاين هيكون باللون وليكن السيان. هنختار هذا الاوبجكت ونضغط على السيان و تشينج اوبجكت لير، اذا هيظهر هذا البلين باللون السيان. ممكن طبعا اخفاء الديزاين ويظهر. ممكن لوك لير، بمعنى ان لن نستطيع سيلكت هذه اللير، لكن ممكن سناب، بمعنى انه ذكرنا ان في سيركل سيركل ممكن سناب وليكن في الانترسكشن ونضغط على هذه السيركل او ننشئ سيركل. طبعا السنابنج بوينت هنتحدث عنها بتفصيل، لكن دي هي عباره عن السنابنج بوينت، الاند والنير والسنتر والانترسكشن والكواد. غالبا بنستخدم الانترسكشن والاند والميد بوينت واحيانا الكواد في السيركل. كده بنطفي اللير او السناب بوينت وكده بنلغيها. طيب ايضا ممكن تغيير اللون الكالر للير بهذا الشكل دارك جرين وليكن. عندنا الاكسس لوك للاكسس، بمعنى اننا لن نستطيع اختيار الاكسس لنا، عايزين الاكسس تكون ثابتة. طبعا ممكن اخفاء الاكسس او اظهارها. دوبليكيت لير اند اوبجكتس يس تو اول، هنكتب عن ديزاين 2، هنخفي الاول ديزاين، الثاني سيلكت اوبجكتس او سيلكت اول، سيلكت اوبجكتس، select objects. ممكن يتم تحريك هذا الاوبجكت كالتالي. يبقى اذا اصبح عندنا design 1 و design 2، هذا هو design 1 وهذا هو design 2. ممكن طبعا تحريكه في السبلين كالتالي. يبقى احنا اولا اخترنا هذا الاوبجكت و دوبليكيت ديزاين 3، ثم سيلكت اوبجكتس وتحريكه بهذا الشكل. دي كانت ببساطة شديدة عبارة عن layers. طبعا في الطباعة ممكن نستخدم، بمعنى ان الاكسس بدل من ان يكون continuous الماتيريالز، احنا بنتكلم عن الاكسس ممكن يكون هيدن داشز دوت، طبعا هو دوت كالتالي. ممكن يكون داش او بوردر، ده كده بوردر او داش دوت. خلينا نختار هذه اللير، نضغط على مرتين، يبقى احنا كده في هذه في لير اكسس. نختار كيرف لاين سينجل لاين، دي كده طبعا الدوت والداش دوت لاين. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وفي الدرس القادم باذن الله اتحدث عن الموفينج، هاو تو موف لير انسايد راينو.